لا طبعا هي عندما تغير تاريخ دولة وبالتأكيد هذه الرموز تلتقي، لأنه الشعوب عندما تلتقي في أرضها وتاريخها تلتقي هذه الرموزية مهما كانت حتى لو كانت بسيطة، ولكن نحن أصبح لدينا تغريب يعني حقيقة. نعم. لذلك هذا الجيل الجديد الذي جاء لا يعرف هذه الأشياء. هو هاي المشكلة دكتور، إحنا جيل عندنا جديد هاي كل الأشياء اللي ذكرناها ما يدري بيها ما يعرفها. طب هذا الجيل الآن مخطط إلى أن ينظر إلى الماضي بعين معينة كما تريد تأخذ أجندات، يعني هذا الجيل الغريب اطلعوا مظاهرة اطلعوا مظاهرة قعدوا قعدوا نظام الملكي نظام عظيم تصوروا نظام عظيم. طيب. الآن أكو تغريب للتاريخ العراقي وتشويه حقيقي لكل نظامه لخلق جيل جديد ضيع ممكن الإنصاع في أي قضية وممكن الإنصاع حتى للتطبيع، ولذلك تلاحظ الآن جزء من هذه العملية يعني الشعوب اللي تريد أن تبقى ومكتسقة هذه المفردات تبقى تصبح جزء من وجودها جزء من هذا، ولذلك حتى يهتمون بهذه الأماكن. ولكن مثلا شارع رشيد كان مخطط إلى 2007 200 مليون دولار، يعني كان مخطط إلى ب 2007 200 مليون دولار، وين راحت؟ نعم باقت منو باقة يعني شلون باقت؟ هم القائمين على العملية نعم 200 مليون سرقت بعد 30 مليون. هاي هي ال 200 مليون سووا بها شوارع غير شارع الرشيد؟ لا 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 شوارع ولا سووا بها لا اقصد شوارع خاصة بهم يعني اشتروا شوارع لا شوارع اي خارج العراق اي شوارع خارج العراق